سلام. أبويا هبط من بيت أبويا هبط. نعم. أمي لما توفت، أمي لما اتطلقت خدت واحد من قرايبنا برضه. نعم. من بيت أبويا. نعم. أشهرك كتير معايا. لو والدك موجود دلوقتي تقولي له إيه؟ توجهي له كلام، رسالة تقولي له إيه؟ بيني وبينك. أنا أقول يا حد، أقول الله يفحره. نعم. الله يفحره. نعم. هو ومراته. نعم. بعد لوك. نعم. نعم. ما دعتلوش مرة في حياتك، مش عارفة تدعيله. مين أسويته؟ مين أسويته هو ومراته عليهم. صحيح. بالله حسين في حقك. ابص حواليا ما الاقيش حد من عيلتك اتوفي ودفنوها. هو عمل ايه بقى لجوزك؟ لا ده هو جوزك كان وحش. نعم. وتاني بيمشي ورا كلام الناس ويشرب ويخبط الناس. كان بيشرب. والأزايز خبط الرشب الأزايز. حضرتك قلت لي واحنا جايين ان انت بقالك من 12 سنه ما شفتيش اهلك، يعني مره واحده من سنين طويله. هي مره واحده. هي مره واحده. وقبليها ما فيش؟ لا وقبليها ما فيش بقى. طبعا طبعا. وعايشه لوحدك في الحياه كده؟ عايشه لوحدي بقى. نعم. لا ولا اختلط بدواء. مين اللي زعلوكي قوي في حياتك؟ زعلانه من مين وعاتبه على مين؟ بعاتب على ابويا ومرات ابويا واخوات عيال ابويا. ليه؟ اسعد الله. ازاي؟ باكي في الضرب. ضربوك حضرتك؟ حطوني في مكان ضلمه. ليه اخت؟ نعم. كسرالي جديد. مرات ابوكي كانت بتعمل ايه فيه؟ مرات ابويا كانت بتدهدني. اراضي واشقه واتعب في الارض ارض شيء. حضرتك بلدك اسمها ايه الاصليه؟ ما هي سقار. سقار. متعيبة معاكم؟ نعم. مش لا النهارده مش عايزين يكتبوا. حتى نفسك في التموين بتاع البطاقة مش راضين يعطوا لي. مش عايزين يكتبوا لي رقم البطاقة. ولا ورث ولا أي حاجة، ولا ميراث ولا حاجة. ولا أي. نعم. معلش. ايام ما كان عندك بيت. الاوضه القديمه دي. ايوه. ايام ما كان في اوضه. كان زمان. انا دلوقتي جراج. صحيح. نعم. معلش معلش معلش.
ربنا يحفظك. معلش معلش. ربنا يخليك. طب تقولي ايه؟ بص للكاميرا وقولي، تقولي ايه لوالدك؟ والدي؟ انا والدي لحد دلوقتي اقول الله يفحره، يفحره هو ومراته، يفحره يفحره هو ومراته. قسوا عليا مروني وعذبوني وقدروني، وقت يكتفونا ويرمونا ويضربونا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مفيش مرة قلت يا ربنا يرحمه؟ لا لا معلش، عشان القسوة شديدة. بس ده اب برضه، لكن انت القسوة كانت اشد من الاحساس. معلش 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 معلش. من؟ نعم من؟ نعم من؟ نعم. رمونا وبهدلونا وعذبونا. العيال ولاد الصبيان الثلاثة ولاد أبويا كرهتهم. ليه بقى؟ من قسوتهم بقى، مع عمهم ومع ابوهم علان. صحيح، ما حدش فيهم ضرب حضرتك؟ ايه؟ حدش فيهم ضربك برضه؟ لا بيضربونا. بيضربوا كده. طيب تقولي ايه بقى؟ كلمي، بص هنا وكلمي الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان هو رئيس محترم للمصريين، تقولي له ايه عشان يساعدك ويتدخل ويحل مشكلتك؟ يا باشا الرئيس حبيبي انا، عبد الفتاح السيسي ده روحي انا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الحب والإعزاز والتقدير والمودة، أهلا بحضرتك. كل المشاعر الطيبة من هنا، بحييكم وبسعد باللقاء بيكم وبالسلام عليكم. النهاردة بلتقي بحالة شديدة الخصوصية، سيدة الحقيقة مهما قلت فيها من كلام مش هقدر أوفيها حقها. أنا هخليها هي تقول لكم هي مين، وتقول لكم ايه الامر وايه قصتها وايه الحكاية. لكن قبل ما اقول اسمحوا لي اعمل مقدمة صغيرة جدا جدا جدا. الست المحترمة دي انا شفتها قاعدة تحت نفق معين في القاهرة، ملهاش دعوة باي حد، قاعدة دمها شوية مناديل صغيرين، ما بتبصش لحد، ما بتكلمش حد، ما بتمدش ايديها لحد، تطلبش حاجة من حد، لا تتسول، لا تتكلم مع احد، قاعدة وبس ساكتة. اللي يروح ياخد منها علبة مناديل ياخد، واللي ما ياخدش اخر النهار تروح كما هي. مش مهم هي هتاكل ايه، مش مهم عندها ايه، مش مهم هتبات فين. الحقيقة هي ملهاش بيت وملهاش مكان يقويها وملهاش شقة وملهاش بيت، بل ملهاش اسرة، ملهاش ناس موجودة، ملهاش تاريخ كبير من المشاعر، لكن عندها احزان كتير جواها، عاشت احزان كتيره جدا جدا. نفسنا نطبطب عليها ونقول لها احنا معاكي، ونقول لها افرحي، كلنا بنحبك وكلنا جنبك وكلنا محتاجين زيك للحسنات عند ربنا سبحانه وتعالى. الست الكريمه الطيبه دي بتبات فين وعايشه فين؟ بتبات في مكان بتاع جراج عربيات. وبتشتغل فين؟
مكانها اللي هو ده قاعده فيه اكتر من 12 ساعه طول النهار في الحر او تحت المطر في كل شيء على الطريق، ملهاش مكان. السبيل لاهل الله، السبيل لاهل الحب، ان احنا نتعرف على هذه السيده الكريمه المحترمه وتقرب منها عن قرب. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي، انا الحقيقه سعيد بيكي وفخور جدا ان انا قاعد معاكي على فكره، وبكلم حضرتك بكل الحب من قلبي وحضرتك حاسه كده. الله يحفظك، ربنا يخليك. الاول انا اتشرف باسم حضرتك، ما سالتكيش اول مره اسال. اسم حضرتك ايه؟ ام رمضان. ام رمضان، المشاعر الجميله اللي انت عشتيها في حياتك كلها دي وانت عايشه دلوقتي في وحده لوحدك بدون زوج وبدون اولاد وبدون عائله وحياتك دايما كده لوحدك، ايه الحكايه؟ ايه القصه؟ تقولي للناس ايه؟ اقول انا بطلب من ربنا. نعم، انت اتولدتي زي ما قلت لي سنه 48. اه، عندك احلام للناس زي ما عايزه تعيش. استغراب. نعم استغراب. نعم استغرب للي حواليا. استغرب للي حواليك. استغرب على الناس. حاسه بالغربه، حاسه بالحزن. جاءت الحزن من بعد امي ما توفت. نعم. ها؟ نعم. الحزن في قلبك. في قلبك. اختي توفت. نعم. ما بعتوليش. نعم. امي توفت ما طلعتهاش. ماتت من كام سنه امك؟ لا، امي كده دخلت في 5 سنين. 5 سنين؟ اه. مش معقول 5 سنين، اكيد فتره طويله اكتر من كده. اه. كان مين اللي رئيس جمهورية لما أمك ماتت؟ اللي كان رئيس جمهورية اللي هو مبارك؟ لا، الثاني. السيسي ولا السادات؟ مرسي. اه، يعني ماتت من حوالي 11 سنة 12 سنة. فترة طويلة. فترة، ماتت في الثورة كمان. اه، ماتت أيام الثورة بتاع 25 يناير. اه. بقى لها 12 سنة. نعم 12 سنة. دلوقتي حد ان انا كده من جوالي حد سأل فيا. عشت حياتي سنين قديمة، كان عندي 10 سنين. سلام سلام. اخواتي عبرني. نعم اخواتي عبرني. ابويا عبر من بيت ابويا عبر. نعم. امي لما توفت، امي لما اتطلقت خطف واحد من قريبنا برضه. نعم. من بدر. نعم نعم نعم. فكل ده محروق في قلبك. سلمت قلبك، سلمت. نعم نعم. ابص حواليا ما لاقيش حد من عيلتك. اتوفي ودفنوها. ما عرفتوش. وانا كنت بروح لها في المراسم وقاعده اقعد معاهي، ابص عليا واقول لها وفي عدة أم وكده واللي في مصر أم. ماشي؟ طيب. ليا أخوات بنات؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله يا باشا. وحشين في حقك. أخوات الصبيان هي لأبويا؟ نعم. ليا أماكن؟ أخواتك من أبوك؟ أخواتي من أبويا. الصبيان. الصبيان من أبويا. والبنات شوية؟ والبنات برضه من ابويا. كلهم من ابوك؟ ثلاثة بس، 2 بس هما اللي شقر. اللي شقر. واخواتك البنات انت عاتفة عليهم في ايه؟ زعلانة منهم في ايه؟ عملوا ايه؟ اتفضلي. ما بيسمعوش الكلام. حارقين قلبي. قاسوا عليا. سلامتك. قاسوا عليا. ماشي. لقاني كنت بروح من شديد اسودتهم على اسود ابويا عليني ومرات ابويا، كنت بروح عند ايه؟ عند جدي. نعم. جدي ام ابو ماما. نعم. واخوالي. نعم. كنت بسيبهم معاش. نعم. انت مواليد كام يا حاجه ام رمضان؟ من مواليد بقول لك 93. لا 48. انت قلت لي 48. اه 48. نعم.
نعم. لا حد بيسأل. نعم. ولا حد بيسأل. إلا أنا اتجوزت ولا حياتي حتى سألت. أنت اتجوزتي إيه اللي حصل؟ لما اتجوزتي إيه اللي حصل؟ أنا كنت في شغل، كنت سبتهم ونزلت هنا مصر وكده، قعدت إيه؟ أشتغل برضه. أبي أخذ رابعة المسابقة. شرف. شرف. عمل حلو. شرف. قعدت بقى في الجيش. هو عمل ايه بقى جوزك؟ لا ده هو جوزك كان وحش. نعم. كان وحش. شدية الناس ودني ويمشي ورا كلام الناس ويشرب ويخبط الناس. كان بيشرب. والأزايز خبط الرشب الأزايز. نعم. حبس وانا على السطح. نعم. وانا لسه طالب. نعم. خدوه وانا لسه طالب. نعم. خدوه بقى ايه؟ برضه السطح وطلعوا السطح. المهم ولقوا على مين الجزارين. نعم. لما عند البيت دي. نعم. لقوا عليه قالوا له ما تعملهاش البيت اسمه. نعم. القط تقعد قديم. نعم. كانت في ثلاث سنة تجنوا شوف بقى بجنيه وربع يا حاج. صحيح. خد مبنى، خد قريب. والطيب. ما شاء الله. كان بيتعبك جوزك. ها؟ كان بيضايقك، بيتعبك. ما بيسكتش. يشرب لأهلي ويضرب معه. طب على إيه؟ نعم. على إيه؟ شرب الملح. معلش. كانش بيدخلوا البيت. حضرتك قلت لي واحنا جايين ان انت بقالك من 12 سنه ما شفتيش اهلك، يعني مره واحده من سنين طويله. هي مره واحده. مره واحده. هي مره واحده. وقبليها ما فيش. لا وقبليها ما فيش بقى. طبعا طبعا. وعايشه لوحدك في الحياه كده. عايشه لوحدي بقى. نعم. لا ولا اختلط بدواء. المكان اللي انا فيه ده السلام بتاع ربنا. نعم. ماشي يا حاج. صحيح. كل اللي عدت السلام عليكم. ما كنتش ارد السلام بتاع ربنا شو عليك. نعم. على حد. نعم. تصار عباده. نعم. عشان ما حدش يعرف حق يقول دي قالت كذا وقالت كذا. صحيح. وما حدش ينامني. مين اللي زعلوك قوي في حياتك؟ زعلانه من مين وعاتب على مين؟ بعاتب على ابويا ومرات ابويا واخوات عيال ابويا. ليه؟ اسعد الله. ازاي؟ بقى في الضرب. ضربوك حضرتك؟ ضربوك في مكان ضلمه ومش ضلمه. حبسوكي في ضلمه، مكان ضلمه. ليه اخت؟ نعم. كسرالي جديد. كسرالي جديد. ألف سلامة. يوم النهاردة أقول لمحمد أخويا والبنت الشرقية بتاع البحرين الصغيرة أقول لها بصي دي لو شفتها عندك أو شفتها عند أخويا هضربها بسكينة. ليه لا سمح الله؟ خلي بالك يا حاج. هي متجوزة متجوزة ومعاها ولد. جوزت معاه بنتين، جوزت بنت من البنات. نعم. نعم. ايوه. عايزه ايه تاني؟ صحيح. تقوم جوزك اتوفى. جوزك اتوفى. صحيح. ماشي؟ لما جوزك اتوفى بقى طلقت واتوفى. قلت لك اتشيل. نعم. احط على نفسك ورجعت الدم لاخواتك. صحيح. ولا تجيب لك حته سكن وتلم نفسك فيه.
دلوقتي جوزتي الواد وجوزتي دي، والبنت التانية سبتها كده. مرات أبوكي كانت بتعمل إيه فيه؟ مرات أبويا كانت بتدهدني أراضي واشقة واتعب في الأرض وأرض شيء. حضرتك بلدك اسمها إيه الأصلية؟ ما هي سقارة. سقارة. نعم. في الجبل عند فرع الجناين. نعم بعيد. بعيد؟ نعم. يأثر عليا ده كله جدا، ما اخدش اي حاجه منهم خالص. بطاقه التمويل متعينت معاهم؟ نعم. ها؟ مش عارفه. النهارده مش عايزين يدوني. حتى نفسك في التموين بتاع البطاقه مش راضين يعطوه لي. مش عايزين يجيبوا لي رقم البطاقه اطلع عليه. رحت طلعت على محط البطاقه. نعم. بس طلعت ايه بطاقه التمويل؟ طلعت عن طريق اسم تاني. ولا ورث ولا اي حاجه ولا ميراث ولا حاجه ولا اي. نعم معلش معلش. ولا اي حاجه. نعم معلش. رمضان يقول لي اخرت اقول له. انت بتقول ام رمضان ده رمضان ابن اختك. ابن اختك بس ايه انا مربيها. اعتبريه ابنك. ايوه كلهم عيالي. ربنا يخليك. هي ماتت وسابته سابته كده صغير الأخير. نعم نعم. أنت دلوقتي معاك أولاد أختك. ماشي تعتبر عيال أختك عيالك. طبعا طبعا طبعا. أبوهم وحش معاهم. نعم مع الأولاد بس الخالة والدك صحيح أثروا كتير معاك. لو والدك موجود دلوقتي تقولي له إيه؟ توجه له كلام رسالة تقولي له إيه؟ بيني وبينك انا اقول يا حق اقول الله يبحره. نعم الله يبحره. نعم هو ومراته. نعم بعد لوك. نعم نعم. ما دعتلوش مره في حياتك مش عارفه تدعيه. مين اسوته؟ ما اسوته من أسويته هو ومراته عليهم. صحيح. تفتكر ليه الست كده مرات الأب ممكن تسيطر على الراجل كده فيعامل عياله بقسوة ليه كده؟ طبعًا. ليه؟ ليه؟ تفتكر ليه يعني؟ أفتكر ليه إن طالما إن الست إيدها سيطرت على الراجل سيطرت على الراجل إيدها ببقه صحيح ويكون ماسكة عليه زلة الله مفاشر عنه بأي حاجة. سلام سلام عليك. سلام عليك. لفت تنتها تلف مرات الأب لما طلعت أمه. مين أكتر حد بتحبيه في الدنيا؟ ها؟ أكتر؟ أكتر حد بحبه محمد أخويا من أمي. نعم بس وحب ربنا. طب محمد اخوك عمل لك ايه في حياتك؟ محمد اخويا ده بيخاف عليا. اخر مره شفتيه انت؟ اخر مره شفته مع بعض سنه كام؟ ايام مين رئيس؟ لان انت ما بتعرفيش السنين. لا ها من كام سنه ايام ايه؟ من كام سنه؟ من زمان برضه. من زمان؟ هتبقى سنة كده. بس رحت له طب انت ليه ما اتجوزتيش تاني يا حاج من رمضان؟ انا حلف يا حاج. خدت قرار. خدت قرار على نفسي. ليه بقى؟
رجالة وحشة، رجالة وحشة بهدلوك. ما فيش حد عدل من ده، من الحياة اللي احنا مرينا بينا، اللي انا مريت بيها. صحيح. اشوف ده يطول ده يطول ده يطول ده يشتم ده يطول يشتم ده يطول وده يبهدل ده يدوس على الناس دلوقتي. دلوقتي ولا زي زمان وانت صغيرة الناس احسن؟ لا ده الناس زمان يختلف عن دلوقتي. مين اللي احسن دلوقتي ولا زمان؟ اللي احسن زمان اخلاقهم احسن. صحيح طبعا. انت تاكل طبق طبيخ دلوقتي زي طبق الطبيخ اللي بتاكله بتاع زمان؟ طبعا ده صحيح. تاكل طبق طبيخ رغيف عيش تاكله دلوقتي بنفس كده ولا حاجه كده ولا صحيح. حاجه كده ولا حاجه ولا طرباية ولا شاي ولا زمان احسن طبعا. صحيح. كله بيقول ارجع زمان. ارجع ايام زمان. ايام زمان. طب لو انت رجعتي شابه صغيره دلوقتي ايه اللي ايه تقولي ليكي؟ ايه تقولي يعني لو انت رجعتي شابه صغيره ايه الدروس اللي انت استفدت منها في حياتك دلوقتي؟ ولا اي حاجه. ولا حاجه. الحزن في قلبها يفضل في قلبي لحد ما اموت. ايه اسباب الحزن اللي في قلبك؟ اسوتهم يا حاج. القسوه بتاعت قرايبك. اسوتهم يا حاج. صحيح. اسوتهم. صحيح. مش قادرة تنسيها رغم ان كل ده من زمان. من زمان. ولسه في قسوة دلوقتي. من القسوة دلوقتي. ان هما بعيد عنك. بعاد عن حدث يسأل في حدث. حدث بيقول له هات ايدك. محدش بيساعدك. ومفيش مساعدة. مفيش مساعدة من دم من دم من دم من دم. صحيح. مفيش حاجة من الحاجات دي. صحيح. ايه؟ شكلهم شكلهم بس تعالي يا عمتي تعالي يا عمتي تعالي يا اخي تعمل كده جدا. قبل ايام الكورونا والقرف ووجع القلب والحاجات. طب انت فاكره نفسك وانت صغيره كده وحموره صغيره كده مش كده؟ طب تقولي لها ايه دلوقتي وانت عندك الخبره دي دلوقتي؟ تقولي للبنت الصغيره ايه اللي هو انت؟ تقولي لها ايه؟ بعد الخبره اللي بقت عندك دلوقتي. لو عاوزه تكلميها دلوقتي بنتم. لو هي قاعده قدامك دلوقتي تقولي لها ايه؟ بندم. يا سلام. بندم. على ايه؟ ندم كتير. على ايه؟ اقول يا ريت. ايوه. ما كنتش فكرت في ال كنت خليت نفسي كده. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الجواز. الجواز. انا واحد ندمان على الجواز. ندمان على ايه تاني؟ ندمان ان هم وعد عني. ندمان ان الناس دي اهلك. اهلك ولا يهملك. صحيح. ايه اخوات عيال ابويا ملقط ما يسالوش خالص. ولا ازاي ان النخته بعيد عنك وازاي تقول للناس تقول للناس ايه انا ماليش اخت. ده اخوك اللي بيقول كده يقول ماليش اخت. ماليش اخت بالاسم كذا كذا. نايس. ازاي؟ في حين ان انتوا كنتوا حنين عليه. على اخوات عيال ابويا دلوقتي انا مش محمد بلح اللي هو من امي بس من ام. اما التانيين بقى فريق تاني. فريق تاني. معلش. ايه اللي مزعلك كمان من الدنيا؟ في ايه الحاجات اللي مزعلاكي والحزن اللي في قلبك؟ ايه اسبابه تاني؟ غير الأسرة وغير الزوج. خلي الأسرة كلها. ازاي أنت أمك الله لا يقدر يكون الأمة تتقفل ولا تبقى ولا تجي ولا تحضرني ولا توقف على غسلها ولا تمشي ولا من بين ماشي
احكي لي اجمل حاجه حصلت بينك وبين امك كده، فاكرها لها؟ لا والله يا حد، كان على امي لما بروح البلد، اقسم بالله يا حد ما كانت بتسيبني، فتاخدني بحضنها، كنت بموت هناك، قعدت فتره جامده سنين جامده عندي قبل ما تتوفى، تطبطب عليا يقولي يودونا للدكتور، كنت شايل الشاي معاها برضه، ما حدش هيصرف عليا حاجة. بقت تطبطب عليا تقول لي تعالوا، أقول لها لا، نتلم يجيبوا لحمة ويجيبوا أو فراخ ويعملوا خضار وكده، أقول لها خليهم هم ياكلوا، والعيال عم عيال محمد كده وأنت كله. محمد يقول لي شيله يا موراني على مراتك، هذه احلى حاجه لعمتك، قدامه وامي تقول لي اقول لها لا ده ابني انا مش هقدر مش هقدر، تقول لي لا يا بابا لا يا بنت كل ما تعلمين عشان امي كانت العيش البتاع اما راح تجيبه وتجيب لي الجبنه القريش مناني زي بسيسه. صحيح. المشي والحلوة بتاع زمان يا حاج. صحيح. فين أنا؟ فين؟ صحيح. فتجيب الفراخ وتعملها وتسويها وروح الناحية التانية وتاخد البطاطا تقول لي تعالي، تاخد العيش الشهر بيت تقول لي تعالي. طبطب عليا اقول لها ابنك طول النهار في 6 اكتوبر شغال يجي يلاقي ابني، تقول لي ما هو فين؟ ما هو فين؟ ايه الحاجة اللي كنت بتحلمي بيها زمان وما حققتهاش؟ والله يا حاج كنت بحلم بحاجات. قولي لي زي ايه؟ كذا فيش؟ اتفضل. كان الواحد نفسه يعيش حياته اسهل. مكان هادئ، مكان نظيف، مكان مفيش مشاكل، مفيش مهرجان، مفيش ده مفيش ده مفيش ده. عيش في جراج. صحيح. عشنا حياتنا في جراج. صحيح. طب كانت ايه احلامك على مستوى الزوج جوزك؟ كنت بتحلمي بايه نفسك؟ لا 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 ما بحلم في كده، ما احلم ما فيش حلم بقى على ايامهم. نقوله ايه؟ كانت ايام صعبة. صعب. كان ايام صعب. صعب. ايه حد يجيب مراته من 6 اكتوبر واخد واحدة تاني ويجيبها عند المكتب بيقول لي لما عشان هي عتت ويوديها البيت عندي. ايام ما كان عندك بيت. الاوضه القديمه دي. ايوه. ايام ما كان في اوضه. كان زمان. انا دلوقتي جراج. صحيح. نعم. معلش 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 ربنا يحفظك. معلش. ليه الواحد بيعمل في حاله؟ نعم. لا تصور عباده. نعم. ولا نقول ده هات ولا تودع ولا ده عمل ولا ده سوى ولا. صحيح. واحد أعيش حياتي مقتصرة. لا تصور عن كل حاجة. في حياته.
عملت حاسه سبحان الله يا حب عمل عمل حاسي عند المصريين عديها كده سنة ونص حادثة. ايه اللي حصل؟ عندك امراض ايه؟ هو الكلام العصب والضغط والسكر. نعم. ودرجات القلب عندي هي سريعة. ضربات القلب والضغط والسكر وقولون العصب. طيب نفسك في ايه دلوقتي؟ ايه اللي ايه طلباتك؟ الحاجة اللي انت عاوزاها ايه اللي بتحلمي بيها؟ عايش حياتي فيها هي. نفسك في سكن تعيش فيه؟ اكل عيشي. زي ما اعيش حياتي في مكان نظيف. طبعا عشان ما عندكيش بيت ولا سكن ولا ما عنديش في مكان نظيف. وما عندكيش حد بيعولك؟ اللي ما عنديش حد يقولي الا ربنا. ربنا ربنا يعولني. نعم. انا عاوز اقول ان الست ملهاش اي حد بيعولها، ملهاش اي حد في اهلها، لا بيزورها ولا بتزور حد. وبالمناسبه هي ما بتعرفش عدد السنين ايه، يعني بتقول انا من مواليد 93 وبعدين قالت مواليد 98 وبعدين مواليد 48، انا مش عارفه. فهي يعني مش مركزه، مش عارفه السنوات امتى ولا الموضوع. ملهاش حد بيجري عليها بيصرف عليها، ملهاش بيت يقويها، ملهاش دخل ثابت او غير ثابت غير المناديل اللي بتبيعها، يعني 10 مناديل في اليوم تبيعهم مثلا ب 10 جنيه ولا بتاع، ما يعملوش اي حاجه. ملهاش شيء للعلاج، يعني محتاجه العلاج، محتاجه السكن، محتاجه تاكل، محتاجه تشرب، محتاجه تلبس، محتاجه تعيش حياه كريمه، محتاجه تعيش في حب، محتاجه تعيش في سلام. نعم. طيب في اي طلبات تانية غير كده تحب؟ كده شكرا. نعم كده شكرا. تقول ايه للناس بعد خبرة السنين اللي انت عشتيها؟ تنصحيهم بايه؟ تنصحي الناس بايه؟ بص للكاميرا هنا وقولي تنصحيهم بايه. قولي لهم تنصحي الناس بايه. مش عارفة انتحر انا ليه؟ انتحر ليه؟ نعم يسبونا باللي احنا فيه. نعم يسبونا باللي احنا فيه. نعم اللي قدامكم ديتي هم ما يتلموا فوق دماغهم. ايوه كلميهم. ايوه كده قولي للناس الطيبين كويسين. هم ما يتلموا فوق دماغهم. مشاكل معايا في الشغل، مشاكل في الشوارع، بتهزة بتهان بكلام كزار بكلام سفاري، كلام انا قاعدة في حال قاعدة بحالي، تحدف علي حجارة وكوب وإزاز والحكومة قوية والحكومة متسالة فيهم. هذا تقولي ايه بالنسبة لي تقولي للناس ايه النصيحة بالنسبة لتجربة الجواز اللي انت عشتيها؟ تنصحي قولي للناس، كلمي الناس وقولي لهم حياتي كلها عذاب. جوازه ولا اولها جوازه ولا اخرها جوازه ولا هفكر فيه تاني ولا عايزاها. كان نفسك تخلفي ويبقى عندك اولاد؟ اه
كان كنت بتحلمي يبقى عندك اولاد. ايوه. نعم. بس النصيب. نعم. كل واحد بياخد ايه؟ صحيح. نصيبه. واللي مكتوب له شيء عند ربنا. ربنا اللي كاتبه. طب تقولي ايه؟ بص للكاميرا وقولي، تقولي ايه لوالدك؟ والدي؟ انا والدي لحد دلوقتي اقول الله يفحره. يفحره هو ومراته. يفحره. يفحره. هو ومراته. قسوا عليا مروني وعذبوني وقدروني وقت يكتفونا ويرمونا ويضربونا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ كنا نشقى في الارض من بعد العصر لحد تاني يوم الفجر. تروح السخابه بجبل في جبل في الارض. من هو وهي؟ والدك ومراته. نعم. ايوه. من الاسود، من حجم الاسود الشديد. ايوه. نعم. في جبل بثيابي والتعالي. ايه؟ الثيابه والتعالي حواليا. وهما كانوا يروحوا يدوروا في الليمون والمانجا والبوابه والكلام ده. مفيش مره قلت يا ربنا يرحمه؟ لا. لا معلش. عشان القسوة شديدة. بس ده أب برضه، لكن أنت القسوة كانت أشد من الإحساس. معلش. من؟ نعم. رمونا وبهدلونا وعذبونا ما ها؟ على ايه؟ نعم. مفيش نجيب البيضه؟ نعم. البيضه بتاع الفاكهه مفيش نجيبها؟ نعم. ايه؟ نعم. انا كنت اخد البضايا كده من وراهم؟ نعم. اللقمه ما بناكلهاش؟ نعم. اللقمه ما بناكلهاش؟ معاناه. تعمل الاكل وتدخله وتقفل عليه. مرات ابوكي. وانت ما تقوليش لابوكي ليه، حاسبها. هو عارف. ظلموني وظلموا كتير. ظلموا كتير. نعم. يعني برضه مش عاوزه دلوقتي تسامح ابوكي، مش قادره تسامحيه. لا يا حبيبي. يا سلام. هما ميتين. نعم. والله يفحصهم. لكن لو قلت لك افتكري حاجة حلوة لباباكي لوالدك، حاجة أنت مش فاكرة أي حاجة. يا سلام. قد كده ممكن يكون بقت الطبلية محطوطة وتحدف لنا الدهن وهم ياكلوا اللحمة الحمراء. يا سلام. وهو قاعد قد كده. وانا سمين ونار ونبي حاجه ما حبش السمين ولا الدهن ولا اي حاجه. كل ده انت فاكراها مش ناسيها من سنين طويله. سنين طويله قوي. ومش راضيه تسامحي حتى النهارده. انا لاش ولاش الاخت الوسطانيه. نعم. رحت له ودخلت. عارف ايه؟ من زعلهم من المشي انا وست البيت. سبت لهم من بلدي. أعرف يا أحب الله اللي أيانا موجودين. ثم ربنا قالت له برا. طردتك؟ برا. رحت عند ست أم ماما. أختك اللي طردتك؟ أختي شقيقتي. وصلنا. قلت لها يا مفيش رحمة عندها. قلت لها يا ستي وجدتي ام مات. ده الكلام ده من كام سنه؟ من سنين قديمه. طويل. من بعيد. من سنين قديمه. نعم. قلت لها الامر حصل كذا كذا كذا. نعم. قالت لي ايه؟ طب اقعد. نعم. عايزين نامي ولا تشطفوا ست ام ماما وبقت تاخد وتطبطب عليا واخواتي. قلت لها بس ما تقوليش لامي.
أمه لو عرفت هتبهدلها، رغم أنها لا تقدر تشكر، قالت لا لازم أمك تعرف عشان تأنبها. أنا بقى إيه معايا الراجل أبو مانكس، خدت بعضهم قعدت أعمل معاه في المعارض. أنا البلد مش نزاع عندهم تاني. لو تفسد تصور يا حاجة عملت ايه لواحد ست، قالت امه بنتك زعلت اختها، زعلتها قالت لها بره مفيش هنا تاني، انت ورثت ولا عرفت؟ تصور بقى عملت ايه لواحد بحت يلف علي الدول كلها على الهرم يدور على بتاع تقرارة احنا عند ناس هاي من كتر كده انت قريبه بعتت لي تذكر يدور عليا بنت اختي اللي هي اختي مدور عليك ليه؟ عشان ستي راحت قالت لأمي ماما قالت لها ده بنتك الكبيرة زعلت بنتك الوسطانية زعلت بنت أخت بنتك الكبيرة يعني حضرتك الكبيرة بتاعتها اه بتقول لهم زعلت راحت أنا بعتوا لي كرسي يدور عليا صار أطمر صار أطمر أنا حاسة برضه بحس بس أنا مش عايزة أنزل البلد شيء إلهي كده كره جامد كره نزل ألف في السنين دي حتى العيال ولاد الصبيان الثلاثة ولاد أبويا كرهتهم ليه بقى؟ من أسويتهم بقى مع أمهم ومع أبوهم علام صحيح ما حدش فيهم ضرب حضرتك؟ إيه؟ حدش فيهم ضربك برضه؟ لا بيضربونا بيضربوا كده مش كده؟ اه وبرضه الصغيرين وبرضه العيال الصغيرين كمان اه نعم عشان كده قلت اعيش لوحدي احسن حياتي مع نفسي قد كده نعم مش عايزه مش عايزه حوالي غير ربنا بقى وربنا يكلمنا برحمته. طب كلمي ربنا قولي له سبحانه وتعالى كده تقولي له ايه بقى؟ ربنا سبحانه الله وتعالى يرزقنا ويدينا الصحه والعافيه وما يحوجنا على الغريب ولا القريب ويسدد معايا. ويسدد معايا وتستر معايا بيني واخري وتستر علي يا رب. يا رب الستر من عندك. انت عليك ايه من حد الناس؟ رفقة الناس. طيب تقولي ايه بقى؟ كلمي بص هنا وكلمي الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان هو رئيس محترم للمصريين تقولي له ايه عشان يساعدك ويتدخل ويحل مشكلتك؟ يا باشا الرئيس حبيبي انا عبد الفتاح السيسي ده روحي انا اللهم صل على حبيب النبي ان انا عايزه مساعده منك وبشكرك جدا 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 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه المساعده؟ حددي له ايه المساعده لسيادته؟ المساعده اللي ربنا يقدرك عليها. يعني قولي له ايه مشكلتك؟ ها؟ ليه عندك سكن وحياة ازاي؟ لو بس قطان بصالة قطان بصالة ومطبخ والحمد لله على كده دي كل أحلامك بس انت يبقى عندك أوضة وصالة عايشة فيها بس نعم لعيب مع نفسه مع نفسي يا باشا وربنا يعليك ويخليك ويبارك لنا فيك ربنا يخليك انا سعيد بحضرتك
مش عاوز اطول معاك في الوقت عشان انا عارف ان حضرتك ما بتسهريش لغايه كده، وكل الحب والتحيه. عاوز اقول لحضراتكم قد ايه القسوه ممكن تولد غضب وشحنات حزن وعتاب شديد. يعني برضو حتى رغم السنين، رغم الوقت الطويل، رغم الايام اللي فاتت والسنوات اللي تكسرت ومرت، الا انها برضو حاسة بألم وغصة في الحلق من والدها وزوجته اللي هي مرات ابوها. ازاي كانوا بيعذبوها ويتعبوها ويألموها؟ عشان كده حتى مش قادرة تسامح. طلبت منها انها تسامح، بتقول مش قادرة، رغم انها دعت عليه كمان. يبقى ايه حجم الألم والغصة والمرارة اللي جواها؟ بل حتى هذا الميراث، ميراث الغضب والحزن والأنانية والمشاعر السيئة، وصلت لأولاده اللي هم أشقاء وللأسف الصغيرين، بل وأولادهم كمان بيضربوها ويعنفوها وبيقطعوها، لدرجة إنها قالت إن في الوحدة والتفرق والجلوس لوحدها بعيد عن الدنيا وبعيد عن أهلها متعة، رغم إنها مش في سن ولا في صحة أي متعة، لكن قالت راحت بالي أبعد عنهم، وبعدت اختارت البعاد والهجر، لكنهم كمان المفروض إنهم يودوها ويشوفوها، وحد يعتب على نفسه ويفكر ويعرفها ويتعرف عليها ويقرب منها من أسرتها عشان يندم وعشان يمسح دمعة ألم بتنزل من خدودها على خدودها من عينيها، وعشان يحاول يطبطب عليها ويقول لها أنا آسف، أو أختها تقول لها أنا آسفة، أو أختها تقول لها ليه كده، أو أختها تقول لها تعالي في حضني عشان أنا بحبك وعشان أنت أختي الكبيرة. المفروض يقولوا لها إحنا أسرة عاقة، ما حبناكيش وبعدت عننا وبعدناك عن حضننا، وده اللي احنا نتصوره وننتظره. يا ريت اسرتها تبحث عنها ويروحوا يعتذروا لها ويطبطبوا عليها وياخدوها في حضنها. حتى لو ما عملوش كده، انا عاوز كل المصريين وكل المسلمين وكل الانسانيه يحتضنوها ويطبطبوا عليها ويقولوا لها انت مش لوحدك. هو ده السبيل لاهل الله، هو ده السبيل الى الله، هو ده طريق الهداية وطريق الأمل علشان نمحو كلمة ألم. كل الحب والإعزاز والتقدير والمودة. شكرا لحضراتكم.